أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. عشت بواحدين وأترك قلبا في هواك يعذب. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفاف إطار الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة والتابع للأنشطة التي تقوم جميع الأندية، نشكر جزيل الشكر النادي الثقافي اللي قام بهذه البادرة الطيبة وهي احتفال بذكرى عيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحق لنا فعلا أن نفرح بها وجميع المسلمين أن يفرحوا بها أيضا. ونشكر شكر جزيل الأساتذة الذين قاموا بهذه البادرة الطيبة على رأسهم السي عبد المولى بن زروالة، ثم الأساتذة المرافقين وكذلك الطاقم الإداري والتربوي الذين يبذلون جهدا كبيرا للعطاء في هذه المؤسسة المباركة التي لها هدف واحد وهو تنمية القدرات الثقافية عند تلاميذ المؤسسة. طبعا جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا النشاط الكبير، ونتمنى إن شاء الله وسنصر دائما على القيام بهذه الأنشطة، ودعوة إلى الجميع والتكتف من أجل القيام بعدة أنشطة وكذلك الاستمرارية للنادي الثقافي وجميع الأندية الأخرى. وشكرا. شكرا. هذه الأمسية الفنية المباركة
تأتي في إطار الاحتفال المؤسساتي بذكرى عيد المولد النبوي طبعا، وتنظم بتأطير من النادي الثقافي بالمؤسسة. والغرض من هذه الأمسية بطبيعة الحال كنشاط موازي هو تحفيز المتعلمين على مزيد من العطاء والبذل في ممارساتهم التربوية والتعليمية. ونتمنى خالصين كإدارة تربوية وكأطر وكأساتذة أن تستمر هذه المناسبات، وأن تكون دائما هذه الأنشطة حاضرة في حياتنا التعلمية حتى تساهم في الارتقاء بأداء تلامذتنا في المستقبل إن شاء الله.